السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل الفصل الرابع، هنخلصه النهاردة، الدروس 98 و100، العلاقة بين الكسور والقسمة، رياضيات الصف الثالث الترم الثاني، ومعانا كتاب قطر الندى. أكمل المجهول في كل مسألة من المسائل الآتية: المساحة والمحيط، وطبعا خدناهم قبل كده وبيفكرني بيهم. المساحة كنا بنقول الطول في العرض اللي هي 4×7 ب28 متر مربع، أما المحيط كان بيساوي حاصل جمع كل الأضلاع 4×7 زائد 4 زائد 7 زائد 4 بيساوي 22 متر. هنا المساحة بتاعتي 3×8 ب24 متر مربع، المحيط 3×8 زائد 3 زائد 8 بيساوي 22 متر. المساحة بتاعتي هنا 20×10 ب200 متر مربع، المحيط 20×10 زائد 20 زائد 10 بتساوي 60. المساحة هنا عندي 7×7 ب49 متر كيلومتر مربع، المحيط 7×7 زائد 7 زائد 7 28 كيلومتر. المساحة بتاعتي 4×4 ب16 متر مربع، المحيط 4×4 زائد 4 زائد 4 بتساوي 16 متر. المساحة هنا بيقول لي 8 و8، ومديني المساحة بتاعتي بيقول لي 16. طب أنا أجيب الضلعين التانيين إزاي؟ أنا عارفة إن 8 في كام بيساوي 16، قول 8 في 2، 2 في 8 ب16، يبقى هنا الجزء اللي مش موجود أو المجهول هو 2، فبقول هنا إيه؟ دي 16، هي يعني 2 في 8 ب16. طب المحيط قول 8 زائد 2 زائد 8 زائد 2 بيساوي 20 متر. طيب هنا بيقول لي حل مسائل القسمة التالية بطريقتين كما بالمثال: قسم المعلم 15 قلم على 3 تلاميذ، فما نصيب كل تلميذ؟ الطريقة الأولى خدناها برضو قبل كده، بنقول نصيب كل تلميذ هم 15 قسمهم على 3، فأنا عارفة أن 15 على 3 بيساوي 5، فأنا أقول 15 هقسمها على 3 يعني كل واحد هياخد 5. دي طريقة اسمها نموذج علاقة الأجزاء بالكل، اسمها علاقة الأجزاء بالكل. طب التانية، الطريقة التانية اللي هي شرائط الكسور اللي لسه مخلصينها، أقول تقسيم خط الأعداد إلى أثلاث بقسمه إلى 3 أجزاء، ثم تقسيم كل ثلث إلى 5 أجزاء بقسمها إيه؟ إلى 5. هدي كل واحد واحدة كده أقسمها لـ5، هيديني برضو نصيب كل تلميذ بيساوي 5 أقلام. وزع الأب 20 جنيها على أبنائه الأربعة بالتساوي، فما نصيب كل ابن؟ برضو هنا 20 هقسمها على 4 بيساوي 5 جنيهات، يبقى هو قسمناها ال 20 قسمناها على 4 كل واحد أخد 5. نفس الحكاية هما قسمناها على 4، يبقى هنا الشريط بتاعها هقسمه إلى 4، كل واحد هياخد كام؟ كل واحد هياخد 5، يبقى هقول نصيب كل ابن 20×4 بيساوي 5 جنيهات. طيب هنا أعدت الأم 21 ساندويتش وقامت بتوزيعهم بالتساوي على أفراد أسرتها التي تتكون من 7 أفراد، فما عدد الساندويتشات التي تناولها كل فرد؟ هقول 21 برضه نصيب كل فرد، 21×7 بتساوي 3، يبقى 21 هقسمها على 7 كل واحد هياخد 3. دي طريقة إيه؟ علاقة الأجزاء بالكل. طيب هنا عايزين نعملها بشرائط الكسور، هقول تقسيم خط الأعداد إلى أسباع، ثم تقسيم كل سبع إلى 3 أجزاء للوصول إلى العدد 21. هنا قسمناها، هي بقول نصيب كل فرد 21×7 بيساوي 3، هيساوي إيه 3؟ دي 1 2 3. طيب هنا بيقول لي في حديقة الحيوان تم توزيع 35 سمكة على 7 بجعات في بحيرة البجع، فما نصيب كل بجعة من السمك؟ نصيب كل بجعة بيساوي 35×7 بيساوي 5 سمكات، ادي 35×7 قسمناها على 7 كل واحد هياخد 5. طيب تقسيم خط الأعداد إلى أسباع، ثم تقسيم كل سبع إلى 5 أجزاء للوصول إلى العدد 35، ادي قسمناها، هي الشريط اهو بتاع قسمناه إلى أسباع، كل جزء هياخد 7، يبقى نصيب كل بجعة بتساوي 35×7 بيساوي 5 سمكات. طيب اكتب مسألة كلامية عن خاصية التجميع تمثل هذا النموذج الشريطي، عليك اكمال النموذج الشريطي لانه ليس مكتملا كما بالمثال. طيب هنا النموذج الشرطي بيقول لي 45 دي هنقسمها لكام؟ 9. قال لي تقسيم الشريط الى 5 اجزاء، لان 45×9 بيساوي 5، هو مديني 45 ومديني 9 واحدة، فبقول 45×9 هتديني 5، فانا هقسم الشريط الى 5 كل واحدة فيها 9. طيب المسألة الكلامية بيقول يراد تقسيم 45 جنيها على أشخاص بحيث يأخذ كل شخص 9 جنيهات، فما عدد الأشخاص؟ طيب تعالوا نعمل دي،
هنا عندي 32 و8، فبقول له 32 على 8 فيها الأربعة، يبقى الشريط بتاعي أنا هقسمه الأربعة، كل قسم فيه 8. قلت تقسيم الشريط إلى أربع أجزاء، لأن 32 على 8 بيساوي إيه؟ بيساوي 4. طيب أنا عملت نفسي وعايزني أعمل بقى ألف مسألة، فأنا عملتها نفس اللي فوق بس إيه، غيرت الأرقام. قلت يراد تقسيم 32 جنيها على أشخاص بحيث يأخذ كل شخص 8 جنيهات، فما عدد الأشخاص؟ تمام، نفس الحكاية في دي برضو، 24 ومديني 3 واحدة، فقلت 24 على 3 بتساوي كام؟ بتساوي 8، يبقى الشريط بتاعي قسمناه إلى 8 أجزاء، لأن ال 24 على 3 بيساوي 8، كل جزء فيه 3. يراد تقسيم 24 جنيها على أشخاص بحيث يأخذ كل شخص 3 جنيه، فما عدد الأشخاص؟ حلل إجابة التلميذ وحدد الخطأ ثم حل المسألة بنفسك. قام نادر بشراء 30 قلم وقام بتوزيعهم بالتساوي على 5 علب، فما عدد الأقلام في كل علبة؟ هو قال ايه؟ هو قال ان 5 اقلام على 30 علبة بيساوي 6 اقلام في كل علبة. طيب ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ اللي عمله بشكل صحيح ان هو قام بعملية القسمة والناتج بتاعه صح، ولكنه اخطأ في عكس الارقام. يعني هنا قال 5 اقلام و30 علبة، لا هما 5 علب و30 قلم، تمام؟ فهنا الغلطة دي بتاع، هي دي الغلطة اللي هو عملها، لان هنا هو عكس الارقام، لان هنا 30 قلم وخمس علب وليس العكس. الحل الصحيح من وجهة نظري هقول عدد الأقلام في كل علبة بساوي 30 على 5 بساوي 6 أقلام في كل علبة، هو بس عكس الكلام. طيب حل المسألة السابقة باستخدام النموذج الشريطي التالي. تقسيم الشريط إلى هو هنا قال إيه؟ 30 ومديني 5، أقول له 30 على 5 فيها 6، يبقى أنا هقسم الشريط بتاعي إلى 6 أجزاء، كل جزء فيه 5، فبقول تقسيم الشريط إلى 5 أجزاء، لأن 30 على 5 بتساوي 6 أقلام، وهنا هنقسمها إلى 6 وحط في كل جزء 5. طيب هنا بقى مثلثات مجموعة حقائق العائلة، ودي برضو خدناها قبل كده. مثلث مجموعة حقائق العائلة، حاصل ضرب العاملين 32، 4 في 8 بتديني 32، ولو قلت 32 على 4 هتديني 8، و 32 على 8 هتديني 4. نفس الحكاية هي اللي مكتوبة، 4 في 8 ب 32 أو 8 في 4 ب 32، دي عملية تبادلية بتديني نفس الرقم، من 32 على 8 بتساوي 4، 32 على 4 بتساوي 8. طيب اوجد العامل المجهول في مثلث الحقائق، هنا مديني 35 ومديني 5، اقول له 35 على 5 فيها 7، ببدا اعمل عمليتين ضرب تبادليتين وابدا اوزع القسمه، اقول 5 في 7 ب 35 و7 في 5 ب 35 برضو، 35 على 5 فيها 7 و35 على 7 فيها الخمسة. طيب 14 وهنا 2 و7، اقول 2 ال 14 على ال 2 فيها 7، 2 في 7 ب 14، بقول 2 في 7 ب 14، 7 في 2 ب 14، 14 على ال 2 بتساوي 7، 14 على 7 بتساوي 2. طيب هنا 20 وهنا 4 في 5، اقول 4 في 5 ب 20، طب ال 20 اقول 4 في 5 ب 20، هنا جبت منين ال 5؟ اقول 20 على ال 4 بتساوي 5، وابدا اقول 4 في 5 ب 20 و5 في 4 ب 20، 20 على 4 بتديني 5 و20 على 5 بتديني 4. اكتب مسألة ضرب ومسألة قسمة كلامية تعبر عن كل مجموعة من حقائق العائلة كما بالمثال. هنا مديني 50 وبيقول لي 5 في 10، دي مجموعة الحقائق. مسألة ضرب كلامية بقول علبة شوكولاتة تحتوي على 10 قطع، فكم عدد القطع في 5 علب؟ دي كده مسألة ضرب كلامية. طب القسمة، قول يراد توزيع 50 جنيها على 5 تلاميذ، فكم جنيها نصيب كل تلميذ؟ وهنا 36 وهنا 4 في 9. هكتب برضو نفس المسألتين بس هغير الأرقام، ان صعب طفل يقعد يالف مسائل زي دي يعني. فبقولت ايه؟ علبه شوكولاته تحتوي على 9 قطع، فكم عدد القطع في كل اربع علب، في اربع علب يعني. او يراد توزيع 36 جنيها على اربع تلاميذ، فكم نصيب كل تلميذ؟ نفس الحكايه هنا، علبه شوكولاته تحتوي على 7 قطع، فكم عدد القطع في 6 علب؟
يراد توزيع 42 جنيها على 6 تلاميذ، فكم جنيها نصيب كل فرد؟ طيب تعال نشوف هنا كمان، بيقول لي حل المسألة الكلامية الآتية: أحضر سامر 20 قطعة حلوى لتوزيعها على أفراد أسرته، فكم عدد الطرق المحتملة التي يمكن من خلالها مشاركة قطع الحلوى بالتساوي مع أفراد أسرته؟ طيب هما عددهم 20، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 4 في 5 ب20. طيب ال20 دي أنا أقدر أجيبها بكم طريقة؟ ممكن أقول 20 على 1 تساوي 20، 20 على 20 عكستهم، يعني حاصل ضرب العدد 20 هي بشوف كل الأرقام اللي بتديني الناتج 20، 1 في 20 و20 في 1، 2 في 10 و10 في 1، 4 في 5 و5 في 1، كل دول هيدوني 20، فأنا عايزة أجيبهم بالقسمة. فعملت إيه؟ هو كتب لي 2، قال لي 20 على 1 بتساوي 20، عدد الأفراد 1، يعني فرد واحد بس هو اللي هياخد 20 قطعة، نصيب الفرد الواحد هياخد 20 قطعة حلوى لوحده. 20 على 20 بتساوي 1، عدد الأفراد 20، كل واحد هياخد واحدة. أنا بقى كملتها قلت 20 على 4 بتساوي 5، يعني 4 أفراد كل واحد هياخد 5 قطع. 20 على 5 بتساوي 4، يعني 5 أفراد كل واحد هياخد 4 قطع. 20 على 10 بتساوي 2، بعدد الأفراد 10، كل واحد هياخد قطعتين. 20 على 2 بتساوي 10، يعني عدد الأفراد 2 وكل واحد هياخد 10 قطع. طيب حل آخر: هنا يمكن التعرف على عدد طرق تقسيم 20 قطعة حلوى باستخدام مثلث مجموعة حقائق العائلة التالية كما بالمثال. عندي هنا 20 و1 في 20، فأقول له 20 على 1 بتساوي 20، يعني 20 قطعة حلوى لشخص واحد. 20 على 20 فيها الواحد، يعني 20 على 20 فيها الواحد اهي، يعني قطعة واحدة لكل شخص. هو عايزني بقى أكمل الحل، مديني 20 ومديني هنا 4، أقول له 20 على 4 فيها الخمسة. أبدأ أقول له 20 على 4 بتساوي 5، يعني 5 قطع لكل شخص. 20 على 5 بتساوي 4، يعني 4 قطع لكل شخص. هنا عندي 20 وهنا بيقول لي 20 على 2، أقول له بتساوي 10. يبقى عندي هنا 20 على 10 بتساوي 2، يعني 2 قطع لكل شخص. 20 على 2 بتساوي 10، يعني 10 قطع لكل شخص. وبذلك يكون عدد الطرق المحتملة هو 6 طرق. 6 طرق، أدي 2 وادي 2 وادي 2. طيب هنا بيقول لي حل المسألة الكلامية في كراستك: قسم 15 كعكة على مجموعة من أصدقائك بطريقتين مختلفتين موضحا عدد الأصدقاء في كل مرة ونصيب كل فرد. بعمل نفس الطريقة دي، 15 يعني 3 في 5، فحط 15 فوق هنا وهنا حط 3 في 5 وأبدأ أعمل نفس العملية دي. طيب هنا بقى بيقول لي أكمل ما يأتي، مديني شكله، بيقولي عايز المساحة بتاعته، أقول له 5 في 3 ب15، 5 زائد 3 زائد 5 زائد 3 بتساوي 16، 24 على 8 فيها التلاتة، 24 على 8 فيها التلاتة، يبقى الرقم المفقود هو التلاتة، 36 على 6 بتساوي 6، رقم المفقود 6. طيب هنا بيقولي حل المسألة الكلامية التالية بطريقتين: 30 عصفورة يراد وضعهم في 6 أقفاص، فما عدد العصافير في كل قفص؟ هقول عندي 30 وهنا 6، أقول له 30 دي هنقسمها على 6 هتديني 5، يعني أنا هنا هقسم 6 مجموعات كل مجموعة فيها 5، 30 على 6 بتساوي 5. طيب شرائط الكسور بقى: هقسم الشريط بتاعي إلى 6 أجزاء، إلى أسداس، كل جزء يعني هيبقى فيه 5، أقول عدد العصافير في كل قفص 30 على 6 بتساوي 5. اكتب مسألة كلامية تعبر عن مثلث مجموعة حقائق العائلة، هنا 56 و7 في 8، 56، قول علبة بسكويت تحتوي على 8 قطع، فكم عدد القطع في 7 علب؟ 56. تمام. طيب هنا برضو بيقولي قيم تلميذك حتى الفصل الرابع، ودي اخر صفحة، اكتب الكسر الذي يعبر عن كل نموذج وحوط حول الكسور المتكافئة. هنا ملون 4 وسايب 4، يبقى 4 على 8، هنا واحدة بس من 4 يبقى ربع، هنا نص، هنا 3 على 6. قال سمير أن دي كده خلاص، هو عايزني بس ان انا اشوف من الكسور المتكافئة. المتكافئة 4 على 8 بتساوي نص، بتساوي 3 على 6.
قال سمير أن 2 على 5 + 1 على 5 بيساوي 3/10، فما الخطأ الذي وقع فيه؟ الخطأ اللي وقع فيه إن هو جمع المقام، لا مش بنجمع المقام. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا بجمع البسط 2 + 1 = 3 والمقام ينزل زي ما هو 5. طيب هنا بيقول لي حل في كراستك المسائل التالية. وضعت سماء عصير في إناءين سعة كل واحد منهم 1 لتر، ووضعت بالإناء الأول 3 على 5 لتر وبالإناء الآخر 6/10 لتر، فهل الكمية في الإناءين متساويين؟ برسمها وبقول له اهي متساوية، الأولى اتقسمت لتلاتة، أما التانية قسمت كل تلت إلى نصين فعمل لي أسداس، أقول له أيوة متساوية والاتنين متساويين. تصنع مي سجادة، وتحتاج السجادة إلى 2 على 3 متر أو 3/4 متر من الموكيت، وأرادت مي استخدام قطع موكيت طول كل منها 1/6 متر، فما عدد القطع التي يبلغ طولها 1/6 متر التي تحتاجها مي؟ استخدم خط الأعداد في الحل. أول حاجة قسمناها إلى أثلاث، خدنا منها 3/3، هي 3/3 دول عايزة تقسمهم إلى أسداس، فكل 3/3 قسمناه 2 عمل لي 4، عمل لي 4 من كام؟ 4 من 6، فبقول هي محتاجة 4 على 6، ويبقى كده خلصنا الفصل الرابع. ان شاء الله ناخد الفصل الخامس ونكمل برضو حقائق عملية الضرب. شوفكم في الفصل الخامس ان شاء الله، واتمنى ان انا اكون بسهل عليكم المنهج الصعب جدا ده، واعتقد ان دي هتكون اخر سنة ليا، مش هشرح ولا 4 ولا 5 ولا 6، وكفاية قوي كده منهج اولى وتانية وتالتة. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الرياضة بس الإنجليزي مكملة معاكم لستة إن شاء الله.